للمزيد حول الوضع المعيشي في العراق في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وحالة العشوائية التي يعيش بها المواطنون العراقيون، ينضم إلينا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا عبر الهاتف من فيينا. مرحبا بك أستاذ ضياء الشمري. يصادف اليوم احتفال العالم بالطفل، كيف تصف وضع الطفل العراقي منذ عام 2003؟ حقيقة الطفل العراقي والعائلة العراقية دمرت ب 2003، ولحد هذه الأيام الأخيرة هو مستمر التدمير وتدمير العائلة والسكن العشوائي حسب إحصائيات وزارة التخطيط. ووزارة التخطيط تدعي بتقريرها الأخير أنه المناطق الشمالية هي المقصود بها نينوى والرمادي وصلاح الدين، لا يمكن الإحصائية على السكن العشوائي الموجود بها لأسباب أمنية. أما المناطق الشمالية لا توجد عليها سيطرة الحكومة المركزية مثل إدهوك والسليمانية وأربيل. هذه الإحصائية الموجودة بالوقت الحاضر هي إحصائية فقط بغداد والفرات الأوسط والمناطق الجنوبية، اللي هي تدعي وزارة التخطيط أنه 13% من سكنة العراق هم موجودين سكنة في المناطق العشوائية، وهذه السكنة في المناطق العشوائية هم أغلبهم من العوائل الفقيرة والنازحة. لازم احنا نعرف أكثر النازحين وصلوا إلى بغداد، وخاصة منطقة الكاظم فيها مناطق عشوائية واستولوا على أراضي زراعية ودمرت البساتين الموجودة بها وسكنوا بها. وهذه يعني طرحت بالبداية أنه المشكلة الثانية هي لا يوجد ضمانات اجتماعية، مدارس، مسائل صحية، مواصلات، ماء إلى آخره، لا توجد في هذه المناطق. إذن المناطق العشوائية هي خطرة جدا، وخطرة حتى بالنسبة للأطفال الموجودين. الأطفال الموجودين نسبة الأمية قاعد ترتفع بالعراق بهذه الأسباب بتصرفات الحكومة العراقية، بالإضافة إلى هذا أنه الأحزاب السياسية الموجودة الحاكمة بالعراق تبنى مشاريع زراعية، مشاريع صناعية في مناطق زراعية بدون موافقة الدولة، وهذا الأمر خطير جدا، لأن هذا خطير على البيئة، خطير على المناطق الزراعية، خطير على كثير أشياء حتى من الناحية الصحية. لا تراعي الناحية الصحية في هذه المناطق. مع الأسف الحكومة العراقية غير قادرة على حل الأزمة في السكن العشوائي. السكن العشوائي يجب عليهم أن دراسة تقوم بها وزارة التخطيط اللي هي المعنية فيها، سكنت لهذول الناس الموجودين في هذه المناطق، يجب عليهم أن يراعوا، لأنهم ملتهين. هذه الحكومة العراقية حقيقة لا توجد حكومة عراقية بصيغة دولة. الدولة طيب. العراقية ليست موجودة حقيقة. هنا طبعا نأتي إلى العامل النفسي. الكثير من العراقيين الآن يشعرون بأنهم يعني محرومون من حقوقهم في العيش بكرامة، العيش بحقوق إنسانية كاملة. يعني هنا لو نركز على الطفولة في العراق، المواطن الذي يفقد أبسط حقوقه بسكن آدمي بعيدا عن العشوائيات يمكنه أن يخدم وطنه على النحو المطلوب. هنا لو حدثتنا عن المخاطر على المجتمع، يعني هذه العشوائيات ووجودها أيضا، ارتفاع مستوى الجريمة في العراق في هذه الآونة مع أزمة اقتصادية خانقة، مع سوء في التعليم وتقديم الخدمات الصحية وما ذكرت أيضا بالإضافة، كل هذه يعني مخاطرها وانعكاساتها على المجتمع، ماذا تتوقع أن تكون؟ بالإضافة إلى ما ذكرت عزيزي، هناك المخدرات في هذه المناطق العشوائية تكثر وبصيغة غير، لأنه لا توجد رقابة صحيحة من قبل الدولة، فالمخدرات منتشرة. الحالة الاجتماعية متفتتة في هذه المناطق. المناطق العشوائية هي كثافة سكانية في هذه المنطقة، يعني كثافة غير 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 مخطط لها، لأنه لا تصلح لسكنة العوائل. لا توجد مدارس،
لا توجد أشياء صحية لهذه المدرسة، لا توجد تربيات، لا توجد أي شيء، لا يوجد في هذا. فكيف راح ينمو الطفل في هذه البيئة، البيئة الذي لا يوجد لا فيها شارع، لا فيها مدرسة، لا فيها حدائق، لا فيها مستوصف صحي، لا فيها أسواق ممكن التبضع منها. هذه المناطق هي مناطق عشوائية لا يمكن أن تصلح للسكن البشر حقيقة. يعني مع الأسف الحكومة العراقية دول عايشين في وادي والشعب في وادي آخر، لأنه القضية الأمنية أنا بالنسبة إلي يعني كرأيي إذا نحكي على المناطق العشوائية الموجودة في العراق، ها هي عملية مخطط إلها من جهات أجنبية لتدمير اللحمة الاجتماعية للشعب العراقي. هذه اللحمة الاجتماعية في حالة الفوضى، وهي موجودة فوضى البناء وفوضى السكن وفوضى في كل شيء. إذا هذه العملية مخطط لها ويستفاد من عندها هم أعداء العراق، من ضمنها إيران ودول أخرى. أنا لا أريد أبرئ السياسيين العراقيين بهذه العملية التي تنتهك حقوق الإنسان كبشر موجودين يعيشون على هذا السطح من الأرض. يعني ما معقول، يعني أنتم وين كنتوا بس تسرقون؟ يعني ولكن نلاحظ أن كل الحكومات التي تعاقبت منذ عام 2003 وإلى الآن تتحدث عن مشاريع تريد تطبيقها في العراق، وتتحدث عن محاربة الفساد ومافيات الفساد، ولكن نلاحظ هنا الطفل هنا أين موقعه؟ لا توجد هناك مؤسسات مختصة بالطفل تراعي حقوق الطفل، من مكتبات، من خدمات صحية، من معلومات، من تعليم جيد، من خدمات إضافية أخرى، حتى حقه في السكن هو معدوم. هنا من وجهة نظرك، هل فقط يعني تحدثت عن موضوع هناك خطط لمحاربة العراق، ولكن هنا الكفاءات العراقية كيف يمكن أن تقدم يعني في الخارج، في المهجر خارج العراق، هل يمكن أن تقدم خططا معينة في سبيل يعني وضع معالجات أو ما يدعم مساعدة الطفل أو إنقاذ الطفل العراقي؟ نعم، أكو خطط وبرنامج، بس الحكومة العراقية، المتسلطين على الحكومة العراقية لا ينتبهون إلى هذه المسألة. الرعاية والأمومة معدومة بالعراق إطلاقا، ليس في المناطق العشوائية فقط وإنما في كل العراق. لا توجد أمومة موجودة بالعراق لرعاية الطفل. الطفل في العراق يعني مسيب إلى درجة لا يوصف في أي بلدان العالم. هذه العملية عملية يجب عليها أن تدرس من قبل مختصين بهذا الموضوع، وهي مسؤولة وزارة التخطيط، لأن وزارة التخطيط ماذا تعمل بالعراق؟ ماذا عمل وزارة التخطيط؟ يعني فسح السرقة؟ لحد هذه اللحظة نريد برنامج معين لإقامة مشروع معين لإنقاذ العراقيين من أزمة السكن. هل موجود هذا الموضوع؟ أبدا ما موجود. المدارس، أنا عندي أختي مدرسة في الديوانية تقول في الصف الواحد 60 طالب موجودين، كيف ممكن تعليم طلاب 60 واحد بالصف؟ هذه المدرسة ممكن تنفصل وتنقسم إلى 3 فصول، وحتى مسألة التعليم ممكن القضاء عنها، لأنه بتعدد المدارس تعدد الطلاب ممكن القضاء على التعليم، انه المدرسة الصف الواحد يصير 3. يعني حقيقة الامر هو متعلق بوزارة التخطيط، والدولة اذا عندها استعداد ان تقوم بهذا المشروع يجب عليها ان تقوم بهذا المشروع حتى تخلص من البطالة تعذرني حتى تخلص من البطالة. ولحد هذه اللحظة ماذا يعملون؟ انا ما بعرف. يقول ما راح نعطي رواتب، يعني هل هو هذا الحل؟ ما تعطي رواتب بس تسرق يعني من حقك؟ يعني هو هذا الحل للدولة؟ ما معقول يعني. شكرا جزيلا لك أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.